مساء الخير، اسعد الله مساءكم اذا كنتم تشاهدون المساء، واسعد الله صباحكم اذا تشاهدون الصبح. طبعا احنا يا اخوان الدنيا صبح، الساعه تقريبا 8 الصبح. بدنا نصوركم فقره المبتدئ. طبعا يا اخوان انا ماشي معكم بالفقره بما يرضي الله، يعني فقره مستحيل اضحك عليك فيها، فقره عامل لك اياها عشان انت تتعلم تحفظ كيف تكش الطير. تمام، طبعا حكينا في الحلقه السابقه في الجزء الاول من فقره المبتدئ، اللي ما حضرها اللي حضر الفقره هاي ركز معي كثير مني، اللي حضر الفقره هاي وما فهم إشي من هان اجباري وضروري جدا ترجع اول إشي للجزء الاول، ركز معي منيح، نرجع للجزء الاول نحضره ونفهم شو قلت فيه، وبعدين ترجع على الجزء الثاني تحضره وتركز فيه. طيب ابو يوسف كيف بدي الاقي الجزء الاول؟ بتفوت على قوائم التشغيل في فقرة اسمها فقرة المبتدئ، أو في قائمة اسمها قائمة المبتدئين، أو في اسمها فقرة المبتدئ. تمام، بتحضر الجزء الأول وبعدين بترجع اللي هنا بتكمل الفيديو عشان تعرف شو أنا بحكي. طيب الجزء اللي فات قلنا يا أخوان نرجع نعيد، الطير بنجيبه بنلزقه 5 أيام على السطح يتنشر كامل، يأكل جوا الخشة، يطلع الصبح طول اليوم طول النهار على السطح، تيجي تفتح الخشة يتحبس وياكل وتسكر عليه لثاني يوم. طيب احنا قلنا لكم راح نبلش في الحمام بالطير الناعم الطقطوق، الطير الطباشير النوري الارباش التكلج، الشغلات هاي الطيور اللي بتقعد وبتحب السطح بسرعه. تمام، طيب وقلنا لكم احنا بما انه هيك هيك عندنا كشميري وعندنا زاجل وعندنا هومر وعندنا بلجيكي وعندنا زومبي وعندنا مثلا حمام خشنه مخها قوي، احنا ما بنبلش فيها لانه احنا ناقص عندنا اللي هي ايش، برمه او دوره بالمصري بنقول، احنا ما في عندنا برمه. طب كيف بدنا نعمل البرمه؟ ركز معي، كيف بدنا نعمل البرمه؟ هذا هي الجزء الثاني مع المبتدئ. كثير ناس بجيب حمام وبتشرد، كثير ناس بيضيع حمام، كثير ناس حمامه بتفسد، كثير ناس بجيب الطير بكشه بضل يروح يمين شمال وما بياخذش برمه. طيب كيف بدنا نعمل البرمه؟ هسه راح نعمل البرمه. هذا الحكي ما حد حكى لكم اياه في اليوتيوب، روح راجع كل قنوات اليوتيوب من اكبر واحد لاصغر واحد، شوف اذا حدا قال لك كيف تعمل البرمه او عرفك شو مشكلتك الاساسيه بانك ما تقعدش الحمام، تعال راجعني الوحيد في اليوتيوب. الحمد لله انا حكيت لك اياها، وهيني هسه راح حكيتها انا بلساني وهسه راح اطبقها عملي. انا عندي طباشيري احمر يا اخوان جبته جديد ضاربه ابو فاروق، للامانه انا ما بعرف عنه ايش الطير، جبته عندي نشرته على السطح، فكيت اشكاله امبارح المغرب وهيني غسيته وين في الخشه هاي عشان اليوم اصور لك عليه، المفروض اصور لك عليه المغرب. بس احنا بما انه الطباشيري حباب سطح والحكي هذا كله، راح اليوم نطلعه الصبح. طيب تطلعوا لحاله يا ابو يوسف؟ لا ما بقدر اطلع لحاله، انه يا اخوان هذا الدنيا صبح، الحمام كاشفه والسطح فاضي، ممكن الطير يشرد. طب شو بدك تعمل يا ابو يوسف؟ بدي اخلي عندي كم طير هنا في القن عشان لو شفته بده يشرد او بده يروح مكان انزلت له حبه، انزلت له حبتين، وهذا اللي راح يصير معنا بالفيديو. بدنا نختصر الحلقه على السريع ونشوف ونجيب فوت الفيديو. طبعا ما بيطيروا، بس احنا بدنا نحكم برمته، بس بدنا نحكم برمته بس مش اكثر في الحمامتين هذول. ركز معي، بتطلع طيرك جعان، بتطلعه جعان، شفت وين طلع على الرفصه شويه علف، تعال شويه علف بتنزله. خليني اقلب الكاميرا عشان اشتغل معك وصوت. ركز معي، انا لسه فيش ولا طير. طب بدي اطمن الطير للسطح، بدي اطمن الطير للسطح، نزلت له الشخشه اللي هيك، تعي 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 تعي، بنزله على الارض. شوف كيف بدك تعمل انت، لو عملت هيك الصبح بصير، ولو عملت هيك المغرب بصير، بس انت يا صديقي لازم تعمل هيك المغرب. انا يا اخوان مش قلقان على الطير، انا لو ضاع بجيب 10 غيره، انا مش مبتدئ، انا عندي حمام كثير، زائد لو شفته بعد عادي بفتح له على الحمام هاي بنزله، بينما انت ما في عندك حمام لازم تطلعه المغرب وجعان. لو الطير هالطاير عندي كان طلع بالسماء على طول. ركز معي، هاي اول مرة بطلعه. طبعا نشرته انا يا اخوان، اضطريت انشره اكثر من اسبوع عشان اصور لكم الحلقة. تعي 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 هيك، انت بس تطلعه مرة مرتين على الرفصة، بتحفظه الرفصة، بتحفظه كيف يطلع على الرفصة وكيف ينزل، وبعدين يا معلم بتروح عليه وتقول له طير. انا هيني بفرجيك، ها بدنا نطمنه في طير تاني على السطح،
انت اجباري زي ما قلنا لك بدك تعمل هذا الحكي، سواء طلعت الحمام طلعته المغرب ولا طلعته الظهر. تمام، هاي قدام عينك بعمل لك فقره قدام عينك معلمي، انا ما بضحك عليك. شوف كيف حول المكان. تعي تعي تعي، طبعا جعان الطير، هذا سبب من الاسباب. تعي 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 تعي، اللي ينزل هسه. ايش بنعمل له؟ طلع يا اخوان شو بنسوي فيه، بس اجباري يكون في ايدي طير عشان لو بعد احططه عليه. شوف الطير يا اخوان، هيو ما دامك جايبه متاكد انه طير حمام وعارف من وين ماخده، بتطلعوا على الرفسه زي هيك، بس تعمله زي هيك. شوف شرد، هيها وين راح؟ طار، طلع طلع طلع. الطبيعي الطبيعي تبع اي طير، لانه مش حافظ برمه. ركز معي منيح، شو هي البرمه؟ البرمه اللي هي بتخلي الطير كيف يلف حوالين الدار، هيك 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 هيك، او هيك. هاي جنحان الطير، ها هيك 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 هيك. تمام، طب هو الطير مش حافظ البرمه هاي، شو بده يعمل؟ اجباري بده ينص، بده يلف نص لفه ويحط، ما هو مش حافظ. اجباري بده يطير ويفسد، ما هو مش حافظ. اجباري بده يطير هيك ويطير هيك لانه مش حافظ. اجباري بده يشرد لانه مخه نظيف وقوي لانه برضه مش حافظ. طب شو اللي بحفظه زي هيك؟ ها مره ثانيه، مره ثانيه، ما تضايق الطير. شوف مش حافظ، هذا مش حافظ برمه، هذا الدليل على اني انا مش مطيره يا اخوان. طير مش حافظ برمه، انا ما بدايقه كثير. هاي راح، شوف يا معلمي، هذا اللي بتبلشوا مع الطير في البدايه. هيو شايف شو بيعمل هذا يا اخوان؟ ايش هذا؟ منشر منيح، له عندي اسبوعين من اول ما اخذته من ابو فاروق. تمام، هيو شوف مره على مره. طبعا انا هسه بديش اضايقه يا اخوان. تعي تعي تعي، لازم اخلي لك اياه يطير برمتين وبعديها بننهي الحلقه. تعي 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 تعي. انا بس بدي اخليه يطير برمتين، طبعا على الجوع زي هيك زي ما انت شايفين. انا بس بدي اطير لك اياه برمتين عشان افرجيك شو هي البرمه. طبعا الطير هيك مش حافظ برمه، وكل الناس بتبلش تكش الحمام اول ما تبش تكش اول طير هيك بيعمل، يا اما بروح بفسد يا اما اطلع فوق اطلع فوق. شايف كيف حافظ الخشه؟ بس بده الخشه هو، يا اما الطير بروح بفسد يا اما الطير بحملها وبضله غاليها لانه مش حافظ برمه، بضله كاوي. تمام، يا اما ايش بيعمل الطير يا معلم؟ بطير من هان لهان، بطير من هان لهان، بيطير من هان لهان، حافظ السطح بس مش عارف يطير، مش حافظ برمه. طيب يا اخوان، نظرا للاجواء الحاميه والوضع انسى. طبعا حبست الحمامات، بدنا نجرب نطلع لحال بدون الحمام. الحبات يا طبعا يا اخوان، هذا هو الطير الجديد، هيك بيعمل معك. يلي ما برضى يطير معك هو مش طير، انه مش طير حمام، هو الطير لسه مش ماخذ جو الحمام، مش ماخذ جو البرمه، مش عارف كيف يطير برمه، هاي مشكلته. طبعا 90% من الناس، واتحدى واكتبوا لي بالتعليقات، المبتدئين اول ما يبلشوا كش هيك بصير معكم. الطير بروح يمين ويروح شمال وبروح بفسد وبلف لفه وبحط، واحيانا بلف لفتين وبحط. هذا الحكي كله بدك تشتغل عليه مع الحمام. الطير اول طير تشتغل عليه لازم تشتغل معه زي هيك. هذا الطير هو يلي راح ياسس لك حمامك كامله، تشتغل عليه، بتدير بالك عليه. اذا طيرته مره ومرتين وثلاثه وفسد، شيله على السريع ولا تخليه على سطحك ابدا، بتبلش مع طير ثاني غيره. خلينا نجرب هذا ونشوف. شوف يا اخوان، طلع كيف راح، طلع طلع طلع. هي الطبيعي تبعه، هي الطبيعي تبعه. شوف ايه، طبعا بدي اكسى عليه شوي يا اخوان لانه انا مش فارقه معي لو ضاع. طلع طلع، مش حافظ برمه. شوف شوف، هي الطبيعي تبعه زي هيك، شوي شوي بتشتغل عليه اكثر. ها بس الجو حامي اولا، ثانيا بنرجع نقول لك الطير مش حافظ برمه، هذا اللي بصير معه.
طبعا بالفقرات الجاية والأيام الجاية حيصير الوضع غير. طبعا يا أخوان هذه كانت بدايتنا في أول طير، اتغلبنا معه شوي لأنه قلنا لكم مش حافظ برمة، بيحاول يروح يطير ويرجع، بس الطير مش عارف شو بدي يعمل. شوي شوي مع الوقت يا أخوان الطير راح يتحسن. استنونا بالفقرة الجاية اللي هي تبعت الخميس الجاي، إن شاء الله هتلاقي الطير أموره 100%، وإن شاء الله راح تلقاني مطلع معاه في شخشل جديد أنا جبته أجاني من القدوس، إن شاء الله راح أطلعه معاه وراح نشتغل عليهم مع بعض الاثنين، وأفرجيكم كيف نحفظهم برمة بعد ما أحفظ هذاك برمة. تمام، هذاك بلشنا معاه، أهم إشي ما فسد معنا، هذا أهم إشي ما فسد معنا. هز من هان، شوف كان على الزاوية، فز هيو، شوف شوف إخوان هيو الطبشيري، شوف 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 شوف، تعي تعي، شوف هيو ها. طبعا أنا حافظكم إني قاعد بصور على الكاميرا الأمامية، تعي 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 تعي، خلاص كتر الله خيرك، هاي هي البرمة يا إخوان، هاي ها ها، شوف شوي شوي بحفظ، تعي تعي تعي، بس ما يفسد، أهم شيء أوعك يفسد منك، تعي 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 تعي، أيوة أيوة، لا تفسد لا تفسد، انزل وين ما بدك بس لا تفسد، تعي تعي، حبس 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 حبس. يا بجي أهم شيء ما يفسد، بالله عليك لا تفسد، لأنه لو فسد أكلتها وأنا بخرب الدنيا، بخرب السلسلة كلها لو فسد. تعي 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 تعي، خلاص ها بتطلع لك الطيرة، شو بدي أسوي حالي أنا، وممكن يشرد لو شرد خربت السلسلة كاملة كمان. المشكلة مش عارف أصور، قاعد بصور على الكاميرا الأمامية يا إخوان، شوف 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 شوف، أيوه ها لحاله ها، يا عيني عليك يا عيني عليك. طبعا يا إخوان يعني سبحان الله، هذا اللي انا كنت بدي اياه وهذا اللي صار، الحمد لله. هي قدامكم شوفت عينكم، كان واقف على الزاويه هديك الطير، نقصته شوي برضه، بديش اموته انا، قعدت انقزه بس اهم شيء ما يفسد معي، هي نزل على الارض، اهم شيء انه ما يفسد معي. فز هناك قعد، انا قلت ما دام قاعد على الزاويه خليه يتنشر ويحفظ السطح ومش فارقه معي انا، ولكن هسه انا راح امسكه واحبسه بخشته. تمام يا اخوان، هسه راح امسكه واحبسه بخشته، هاي شغله. المهم انه قدامكم شفتوا كيف طار وحط، وهي قدامكم فيش اشي على السطح، ما كشيتش معه اشي يا اخوان، للامانة ما كشيت معه اشي. انا قاعد بعلمك فقرة مبتدئ، فلو بدي اقول لك مش راح تزبط راح اقول لك مش راح تزبط، ولو اقول لك راح تزبط راح تزبط، لاني مش راح اغشك انا وانت راح تجرب بعين بنفسك. هاي هي كانت فقرتنا، الحمد لله الطير هي زي ما شفتوا طيرناه اول مرة، راح مش حافظ، رجع اموره شويه ها منيحه، راح لف نص لفه لفتين ورجع، وهسه قدامك لف قدامك خمس ست لفات لحاله. هسه شو بتشتغل معه؟ مره عن مره مره عن مره كل يوم، بس هذا يا معلم بده مغارب، اولا مغارب وجوع، او صبح صبح وجوع عشان يكون الجو براد عليه. اما انا هسه مطلع بعز النار، يعني انا والله العظيم ما انا متخيل كيف واقف في ام هالشمس، بس عشانك مبتدئ بنعمل كل شيء. حط لايك عاد جماعة الفيسبوك، طلبنا منكم فزعة، أقسم بالله زعلان، أقسم بالله من جماعة الفيسبوك زعلان، يعني آخر فيديو نزلته جايب 10,000 مشاهدة يا زلمة، يا زلمة أقول لك ما اختلف إشي، ما اختلف إشي، يعني جماعة الفيسبوك كأنك بتحكي معهم والله العظيم ولا إشي. يعني أنا في بالعادة على اليوتيوب بجيني في اليوم 200 300 مشترك على اليوتيوب في اليوم بالطبيعي، ما اختلف شيء. انا قلت بعد ما نزل الفيديو هذا ينزل على الفيسبوك راح انام واصحى الاقي حالي صرت 60 65 الف. وشكرا لكم يا جماعه الفيسبوك، اقسم بالله زعلان منكم، والسلام عليكم.